في الشوط الثاني الأهلي المونديالي يهزم المريخ 3-0 مع الرقفة. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك، 3 نقاط مهمين جدا في بداية الدوري للمجموعات بالنسبة لبطولة أفريقيا. لعيبة بتلعب المباراة النهاردة بأداء في ريتم يمكن واثق من نفسه زيادة عن اللزوم، إنما كان واضح من أول مباراة إن الخصم ليس هو بالخصم اللي يقلقك، يعني يمكن الحكم اداهم 6-7 دقائق في الاخر، كان من الطبيعي ان هيكون ليه ضربه ثابته، هيكون ليه اي حاجه، وشفنا له كورتين ثلاثه في لقطه المباراه طبعا للشناوي، الكره اللي صدها على مرتين دي حاجه جميله جدا، انما الحقيقه ما تحسش انت ممكن باي باص مع الفرقه دي ان بتوين كده تضربهم في العمق، اي حد قاطع من الناحيه دي او من الناحيه دي يروح يجيب جول، يعني كنت تقدر تكتب 1-2-3-4-5-6. هم عندهم تنظيم دفاعي سيء، يعني ما بيقفوش صح في المباراه، ما عندهم يعني مبسوطين هما موجودين في استاد القاهره. ده اللي انا حسيته يعني. كتير عليهم استاد القاهره كبير عليهم قوي. اسلوب اللعب قدام النادي الاهلي كانوا مبهورين حقيقه وحاسين بقيمه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي حبت تكسب المباراه باقل مجهود. وحصل، انما الكوره مش كده خالص يعني. الكوره لازم تاكد من اول دقيقه في مباراه زي دي انك تكسب 1-2-3 اول شوط مش ثاني شوط. فالحمد لله على سلامه اللعيبه عندنا. الحمد لله يمكن حالة الضغط النفسي اللي موجود عليهم يعني راحت النهاردة بال3 نقاط دول بال3 أهداف. أكيد كل واحد هيتفرج على نفسه النهاردة ويحس إنه كان ممكن يأدي قد كده 10 مرات. وأنت لو بس تعرف كمان إن في اختلاف، في دخل ديانج النهاردة، دخل أجاييه، يعني برضو لما تبقى في تغيير في الأفراد شكل الفريق أو الأفراد بنبقى بنتمنى لهم ان هم بسرعه يعودوا بسرعه يكونوا في الهارموني بتاع فرقه النادي الاهلي. فمبروك للنادي الاهلي النهارده، ما اقدرش اقول غير ان انا كنت بطمع في اول شوط، وبطمع مش في الاداء بس، بطمع في رساله قويه بالنسبه لبقيه الفرق يعني. صحيح كابتن علاء، الف مبروك. النتيجه متوقعه بناء على احداث الشوط الاول واللي احنا شفناه. الله يبارك فيك يا ايمن. النتيجه طبعا متوقعه جدا على اداء الفريق وعلى امكانياته. حتى لو اتاخر الفوز في الشوط الاول، لكن انت اي وقت او اي دقيقه ممكن تجيب فيها هدف. لو شفت الاهداف، اهداف كلها مواقف دفاعيه يعني بطلت تقريبا في الكوره. يعني الهدف بتاع محمد مجدي الناس كلها بصت على الكوره، محمد مجدي واقف لوحده. الهدفين بعد كده من القلب بتاع بواليا وبتاع كهربا، الاثنين من قلب، تنظيم دفاعي وحش جدا. وانا بين الشوطين زحمه، لكن اي حاجه في كره القدم ممكن تمشي معاك، بس هي عايزه واحد يدوق شويه التمرير تبقى صح. مزبوط. مش اكتر من كده. الناس دي بالظبط يعني فرقه زي كده مع احترام الكامل ليهم مش عايزه اكتر منك تبص وتحرك وخلاص على كده، بس يبقى فيه سرعه بس. لكن هو ما قدرش يجريك في حاجه خالص يا ايمن. حتى وقفته الدفاعيه ممكن فرق امكانياتها ضعيفه، لكن دفاعيا ممكن تقف صح، تضايقك. انما الامكانيات متواضعه جدا بتاع المريخ السوداني، حتى الوقفه الدفاعيه بتاعته اخطاء كتير. صحيح. جدا جدا. صحيح. جدا. لو انت حرصت هدف في الشوط الاول تخيل الشكل هيبقى عامل ازاي. مزبوط. يعني الفريق ده كان على هدف بس. مزبوط. في الشوط الاول، لكن الفوز الاخر لكن فوز مستحق، وكان هيحصل الحمد لله. وثلاث نقاط زي ما انا قلت في بدايه الاستوديو يعني مهمين مستحقين جدا الحمد لله. وكويس النهارده مثلا في مكاسب كتيره، بواليا جاب جول النهارده اخيرا الحمد لله، يبقى فاتح الخير عليه. وبقى الفرقه طمنت حتى على الناس اللي عايز تريحها والناس اللي عايز تديها وقت شويه. صحيح. في الاخر 3 نقاط الحمد لله مستحقين، ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله القادم يبقى احسن ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مقنع. الله يبارك فيك. الشوط الثاني طبعا الاداء اتحسن كتير عن الشوط الاولاني. وكانت هي الـ 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 الهدف هو مفتاح المباراه. يعني احنا الشوط الاولاني قلنا النادي الاهلي رتمه اقل من المتوقع كبدايه في الشوط الاولاني على استاد القاهره، تملي احنا بنبقى ضاغطين جامد قوي، لكن في فرص كتيره جت. صحيح. الشوط الاولاني القفشه والكهرباء والبواليا، والشوط الثاني برضه. ما هو طبعا، بس الشوط الثاني كانت سر الهدف. يعني الهدف جه في الدقيقه 58 اتفتح الملعب خالص. هم كانوا متحفزين جدا في الثلث الاخير. صحيح اخطاء كتيره في الدفاع رغم تكتلهم، بس هو التكتل عامل لهم يعني ايه حاله من تقليل الاخطاء شويه. في اخطاء كتيره بس على الاقل مش زي ما فتحوا الملعب. فتحوا الملعب
بعد الجون الاولاني بقت اي كره في العمق في الطرف في سهل او اي لعيب بيروح يجيبها جون. وفعلا استغلنا بعديها الهدفين اللي جم لكهربا ولبواليا غير الاهداف الكتيره اللي ضاعت. ففوز مستحق وكان متوقع من بدايه اللقاء واتاكد في الدقيقه 58 اول ما الهدف الاولاني بتاع مجدي قفشه جه. فمبروك الحمد لله اللعيبه ما فيش اصابات. برضو واحد زي وحيد النهارده ادى بشكل كويس بعيد بقاله فتره لكن عمل جبهه كويسه. ديانج كنا نفسنا نطمن عليه اكتر من بدايه اللقاء بقاله الثلاث ماتشات بتوع كاس العالم ما لعبش من البدايه لكنه لعيب مؤثر النهارده برضو ادى بشكل كويس. كهربا جاب جون. اجاييه ادى بشكل كويس لعب الثلث ساعه الاخيره في ماتش بالميراس وادى فيها بشكل كويس. والنهارده رغم ان هو اجهد شويه في الفتره الاخيره من اللقاء بس ده طبيعي لان هو كان بقاله فتره لكن ادى مباراه جيده. وطبعا فتحت خير بقى على بواليا انه كنا مستنيين هدف يعني ايه يفتح نفسه يعني ياخد ثقه في نفسه لان هو حظه وحش في كره بيراميدز جابها جون وما اتحسبتش. حظه وحش في الكره اللي كانت بشبر ولا باقل من شبر اتغطت. النهارده ربنا كرمه وجاب جون ان شاء الله يبقى احسن. ففي مكاسب كتيره غير الناس كمان اللي نزلت بعد كده بعد الهدف الثالث ابتدت التغييرات الخمسه تحصل. ففوز مستحق وبسهوله ومنطقي في مستوى الفرقتين يعني. صحيح. كابتن مسامة الف مبروك. استثمرنا بعض الفرص وجت النتيجه 3-0 بس. ده اللي احنا قلناه من بدايه المباراه مش من الشوط الاول. يعني النادي الاهلي كان هو النهارده الافضل على كل الارقام وسواء استحواذ سواء اتاحه فرص سواء هجمات بالرغم ان فريق المريخ يعني ظهرت له فرصتين كانوا خطرين جدا على النادي الاهلي لكن تألق محمد الشناوي هو ده الحارس الكبير اللي طول المباراه ممكن تظهر عليه فرصه او فرصتين لكن موهبته بتظهر فظهرت موهبه محمد الشناوي في كورتين اللي تصدى ليهم امام المريخ. النادي الاهلي النهارده يعني يعتبر هو اللي سيطر على 90 دقيقه في المباراه هو اللي اتيحت ليه فرص على مدار 90 دقيقه كان يستحق الفوز من الشوط الاول لكن الرعونه والاستعجال كان الريتم البطيء هو ده اللي اثر في الشوط الاول. النادي الاهلي لما نزل الشوط الثاني تلاشى عن ده كله بدا يبقى فيه سرعه في الريتم بدا يبقى فيه استغلال للفرص. شفنا احنا الهجمه لو ان هي هدف محمد مجدي قفشه ريتم سريع عند محمد هاني كره عرضيه حتى الكره لما بتعدي في كثافه هجوميه محمد مجدي قفشه على الزاويه البعيده بيسدد هدف. لما الهدف الاول فتح المباراه في 14 دقيقه شفنا الثلاث اهداف مجدي قفشه كهربا بواليا خلاص النادي الاهلي سيطر. بدا المريخ بقى يتخلى عن الحظر الدفاعي بتاعه بعد هدف قفشه ظهر بعدها خلاص بحوالي 7-8 دقائق هدف كهربا اللي فيه باص حلو قوي من اجاييه وتحرك رائع من محمد من كهربا الراجل جاي قاطع من تحت واجاييه حاططها والراجل راح بمهاره عاليه. طبعا حارس مرمى المريخ يعني متواضع جدا كهربا ركنها بكل سهوله وهدف. الهدف الثالث طبعا بواليا يعني بنقوله كفاره بواليا يعني من المهاجمين اللي دايما المهاجم بيحتاج يسجل عشان طبعًا. معنوياته ترتفع طبعًا. هو حظه بيعمل مجهود كبير لكن كان محتاج الهدف ده والنهارده شفنا حتى يعني زمايله بعد الهدف وموسيماني فيعني النهارده في مكاسب كتير للنادي الاهلي. النهارده بواليا هدف ما شاء الله اعاده الثقه لنفسه مره اخرى. محمود وحيد النهارده بنقول له يعني اداء محترم واداء مميز بالرغم ان علي معلول بيلعب كل المباريات لكن النهارده انا ما اعرفش مين الاساس ومين الاحتياطي النهارده خلاص ودي ميزه في لعيبه النادي الاهلي. محمود وحيد بيأدي حتى في الشوط الاول صنع كم كره عرضيه كان ممكن النادي الاهلي يسجل منها. الشوط الثاني التمركز الصح اللياقه البدنيه انه يكمل 90 دقيقه بمنتهى القوه في الدفاع والهجوم النهارده برده ظهر بشكل مميز. وبنقول برضو سعد سمير الحمد لله على السلامه يعني النهارده الراجل بيديله 10 دقائق بيبدا يدخله في الفرقه بعد برضو يعني عوده طويله. فالنهارده في مكاسب جمله النادي الاهلي طبعا برضو تصدر المجموعه من بدايه المشوار ثلاث اهداف مهمين طالع المباراه اللي جايه هتكون مباراه صعبه فانت النهارده البدايه بتكون مهمه جدا. مبروك للنادي الاهلي
وان شاء الله يعني مزيد من التألق خلال المباراة الجاية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله معانا بعض الاحصائيات يا كابتن شريف اللي تبين فعلا ان النادي الاهلي كان مسيطر سيطره شبه تامه. يعني بالنسبه 68 ل 32% نسبه الاستحواذ. ده تاني شوط يعني كويس. ده كل الماتش طول الماتش. اه وعندك تمريرات صحيحه 599 من 694 نادي الاهلي. كويس كويس. وبعدين عندك نادي المريخ 255 من 305. يعني حتى هم يعني كانوا بيلمسوا كره قليل قوي. ده في الماتش كله. كويس. التصويبات نادي الاهلي 21 منهم 5 على المرمى. نادي المريخ صوب 6 تصويبات بس طول المباراه منهم 5 على المرمى، منهم كانوا في 2 او 2 مؤثرين. العرضيات بقى نادي الاهلي 25 منهم 10 بس المحمود وحيد، من 25 دول 10 المحمود وحيد. والمريخ 3 مرات. الركنيات في النادي الاهلي 7 المريخ 5، اخطاء 19 و11. والارقام كلها تبين طبعا الفرق الكبير في المستوى الفني بين الاهلي والمريخ. انا هفاجئك كمان بحاجه، باستثناء محمود وحيد وعمرو السوليه وديانك فرقتنا مجهده جدا. مجهده في التفكير في التنفيذ. عندهم الرؤيه واسعه جدا في المباراه النهارده. عندهم ديلي كده، عندهم نقص في الاخرانيه. يعني انك انت تاخد قرار انك تروح تقطع. عندك بوليا ده بيجي على الناحيه الشمال دي على طول يستلم او على الاجناب، مع ان هو محطه هجوميه. يمكن دي تعليمات مدرب، ما نعرفش. يعني انا شايف شكل ما ينفعش انك انت لو مش هتعمل كده لازم كهربا فجاه ابص ليه مكان هناك الناحيه الثانيه، عامل لي العمق الهجومي. مع فرقه زي دي انت بتقراها من اول 5 دقائق، من اول 5 دقائق كنت هتجيب جول، وبعدها بثلاث اربع دقائق كنت هتجيب جول ثاني. العرضيات اللي انت قلت عليها ال 25 ولا ال 21 عرضيه، 25 ده عرضية. شمال ويمين المفروض الحكايه دي كانت تخلص بدري. بس انا حاسس يعني الحمد لله، يعني هم عندهم حاله ارهاق شويه. عديت من المباراه دي بسلامه، عديت بانك انت برغم الارهاق ورغم كل حاجه انت كنت بتلعب. مهما كان المنافس اللي انا بلعبه بيعرفش يقف في الديفندر بتاعه. أي. الدنيا واسعه عليه في استاد القاهره. رد فعله في الملعب انت مش مديله فرصه ولا مديله مساحات، انت اللي خالق المساحات، انت اللي عامل كل حاجه. انما لو النادي الاهلي المباراه دي ما كانش جاي من الضغوط اللي هو جاي منها دي كلها، ورحله قطر وثلاث ايام بس انت بتلم نفسك تاني وبتخش بعناصر جديده وبتوفر الحياه في مباراه مهمه برده نفسيا. انت لما بتروح تلعب اول مباراه في دوري مجموعات في افريقيا برده بتبقى عندك تحفظ. واسم المريخ مش قليل انك انت تلاقي. وبعدين اجسام لعيبه المريخ تخض. أي. وبيحاولوا، هم بيحاولوا في ملعب، بس انت كمان انت امكانياتهم يعني، بس انت كمان متميز عليهم قوي. طيب. مش مديهم مساحه، مش مديهم يفكروا. حتى الكور اللي جت دي والضربات الثابته دي طبيعيه في اي ماتش مع اي فرقه، انك انت لما تبقى 5 6 جوه ال 18 بالاطوال دي انها تصيب واحده في الجول. أي. او عرضيه تقلش من لعيبه عندك لازم تبقى موجود. فانا ما عديش اي ادنى شك لانك بابسط الحلول النهارده بادائك اللي انت عايز تخرج بيه من المباراه انت نفذته. ايوه. انما انا بتكلم على اللعيبه بقى اللي هي بتبقى قاعده بره وعايزه تنزل وشايفه الشكل من بره. انا زي محمد شريف او الخمس تغييرات اللي حصلت لنا، سيبك من سعد سمير مثلا او بيكم فيهم دول يا كابتن او بيكم، يعني عايز انزل اعمل طفر، اعمل شكل تاني. يعني انا شايف ان حكايه سهله قوي ولاعب بره، ما اطمع لنفسي اجري صح، ادي مساحه لسوليه يديني الباص اروح اجيب جول، ابقى عندي اهتمام اكتر. أيوة. فحكايه كانت سهله جدا بالنسبه لك. قصدك ان اللي بره لما ينزل هو خلاص شاف الرؤيه، فشايف ثغرات كتير وشايف يقدر ينزل يلعب ازاي وشايف يقدر يبقى مؤثر ازاي لما ينزل، خاصه ان انت عندك مدرب ما بيديلكش الا لما تديله. اه اجايه لما حسسك في اخر ماتش لعبه قدام بالميرس. أيوة. النهارده اساسي. ايوه وبيلعب 90 دقيقه. يعني ما اعرفش، هو ما خرجش الراجل، قاعد في الملعب لاخر دقيقه يعني. ما خرجش. فانا انك انت بتتكلم النهارده على النادي الاهلي، طبيعي جدا التميز، طبيعي جدا العرضيات، طبيعي جدا بقى ان انا استغل كل ده. يمكن انا قبل كده ما كانش عندي كل ده من فتره. صح. كميه العرضيات دي دايما عندك استحواذ ماتش. التطور الهجومي بقى لازم يبقى اللعيبه دي كلها نازله بفكر، سرعه، قوه، اخلص الدنيا كلها. انا ما احطش نفسي تحت ضغط ولا احط الخط اللي بره ده تحت ضغط.
كل الناس هتلاقي بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. أيوة. ان ليه ما خلصناش من بدري بدري، ليه مش قاريين الجيم بدري بدري. أيوة. اقول لك ليه يعني الاخر بسرعه كده عشان علي الكلام وبقيه الناس يدوا وجهه نظرهم. لا خد وقت. لا 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 خد وقتك. لا لا خد وقتك. انا مش بتاع الحديده، انا اول مره ازود 50 سنه. خد وقتك يا خد وقتك والله. وجود محمود وعيد زي ما قال اسامه النهارده عايز يثبت برضو ان هو سوبر رانر وبيلعب عرضيات وكان مظبوط من حقه ان هو التفكير يبقى واحده او واحده صح واحده الثانيه اللي حواليه لازم يجي. بس الحمد لله يعني اللعيبه واقفه على رجليها حسب كل حاجه، انما انا كنت طمعان لهم اكتر من كده في النتيجه ولا في الشكل. انا طمعان للعيبه مش للفرقه بس، كلها طمعان لكل اللعيبه دي النهارده. ان النهارده بواليا ده كان يطلع له جولين ثلاثه، محمد شريف ده ما ينزل يروح جايب جول. الحاجات دي بتفرق معانا نفسيا وبتفرق مع اللعيب نفسه حتى لو هيلعب خمس دقايق. اتفضل علي عايز حاجه؟ لا هو دوره مسني. لا اول مره ابقى عايز اقول حاجات كتير كده بس الحمد لله يعني. قول يا كابتن. وهنتكلم في النواحي الفنيه كلها يعني. هو طبعا والله انا نسيت اتكلم في اهم حاجه. اتفضل. إيه؟ لا خلاص نسيت. لا خلاص هيجي دور المره الجايه. هيجي دور. انا لا شفت اداء النادي الاهلي. اولا انا شايف ان اداء النادي الاهلي خلال الشوطين تقريبا هو اللي كان مهيمن ومسيطر. ليه دايما بتتاخر الاهداف للشوط الثاني؟ بص يا اولا التركيز كان الشوط الاول مش مظبوطه مش كويسه على فكره. بمناسبه التركيز في الشوط الاول، انت عارف ان اخر 7 مباريات في الدوري احنا ما جبناش جول في الشوط الاول. ماشي. ما هي الوقت بقت يعني مش عايز اقول مش عايز تبقى عاده او صفه فيك انك في الشوط الاول دايما بتطلع ما فيش اهداف، لكن زي ما بقول لك انا دايما حته التركيز لازم في اول فرصه دايما كويس. طب ليه الشوط الثاني بتروح نازل وكل فرصه عشان بتبقى قلقان الان ده 45 دقيقه، طب ناقص 45 دقيقه، فبتبدا معدل تركيزك يعلى قوي، بتبقى حريص على كل كوره. بص يا امام النهارده اتفرج على المباراه على مدار الشوطين. في فريق واحد بس في الملعب مع احترام كامل المريخ، لكن الفريق الواحد ده هو اللي بيخليك، هو شكل حلو هو شكل وحش. صح. هم اللعيبه، هو ادائك انت يعني. ادائك في الشوط الاول في بعض الحاجات مش حلو، الشوط الثاني الى حد كبير ابتديت تبقى تركز في الفرص بتاعتك، تعرف تروح للجول منين. أيوة. ما تضيعش وقت كتير قوي في كور ملهاش لازمه. انت زي ما بقول لك انا الجول الثاني والثالث اقرب باصه واثنين وعلى الجول. أيوة. ما تاخدش وقت. أيوة. فريق مريخ حتى دافعيا وانا ما بيعرفش يدافع، بس صح. انت اللي بتدي له هو الفرص ايه؟ اوفرات ملهاش لازمه، كور عاليه، كور طويله، مش لعبك. لكن لما بتلعب لعبك العادي على الاطراف كويس قوي والاختراق اللي هو من العمق ده الامور واضحه تماما. فانت ايمن بايدك، انت بايدك تبقى الشكل مش حلو قوي وبايدك يبقى الشكل مقبول ومروحك على الجول كتير قوي خصوصا في الشوط الثاني. لكن حاجه واحده بس يعني تؤخذ لعيبه النادي الاهلي اللي بقدر اعمله في الشوط الثاني وابقى تعبان. طب ما الاول اعمله في الشوط الاول وانا لسه مش تعبان. بالزبط. انت ده اسهل ليك انت. دايما الفرق لما بتعدي 45 دقيقه كلام المدير الفني يلا مش عارف يا رجاله وناقص 45 دقيقه. طب ليه انت بتدخل الفريق في حته ان هو يحاول 45 دقيقه ثاني؟ صح. انت الهدف النهارده الاول في الدقيقه 58 يعني ما فيش، يا دوب يعني يا دوب الشوط الثاني بدا على الهدف الاول على طول. لكن انت اللي بايدك دايما تبقى شكلك كويس وانت جات لك الفرص كمان يعني انت خلقت فرص لنفسك وصلت للجول وهديت الجول. بالظبط. دي هي دي ده يعني الفرصه اللي جت لمحمد مجدي اللي عملها بدماغه في الشوط الاول جت في القريبه، ليه ما حطهاش في البعيده؟ لكن لسه مش مفيش تركيز. والله يا كابتن يا بين الثلاث خشبات هتجيب جول، هتخش جول يعني. حتى الهدف اللي جابه مش تحت الصعوبه طبعًا. يعني الحارس كتر خيره مفيش حاجه خالص، لكن طبعًا. واقف في مكان صح وعامله كوره عايز يجيب الكوره دي جول. أي. هو ده الفرق يا ايمن. أي. بان هي الكوره اللي جت في الشوط الاول بيلعبها تقضيه واجب زي ما بيقول او مش مركز فيها قوي، لكن لما جت الشوط الثاني هو عايز لا الفرصه لازم اجيب الجول. ولا يا كابتن في الكره اللي هي ضيعها ولا هو مركز عايز يحطها في الحته الفاضيه ديت فمركز زياده عن اللزوم فطلعت منه بره. بس هي يا ايمن الطبيعي اتحط في الهناء في البعيده مش في القريبه. الحارس واقف في القريبه. حتى لو حارس وحش بس على الاقل هو واقف. هو ما شافش. هو مشكله الكره الاولى ان مجدي ما شافش الحارس. هو شاف الحته دي بس بالظبط. هو ركز زي ما تقول كده، هو زاويه واحده وركز فيها، لكن هو لو بص على الزاويه الثانيه فاضيه خالص. مظبوط. بعيده قريبه كانت هتخش جول. لكن هي اللي بيحصل الشوط الثاني ان انت هتبقى حريص قوي ان انت عايز تجيب جول. معانا الجول الاولاني يا كابتن اهو. ده الجول الاول. بص الناس كلها رايحه فين؟ بص المنظر.
كل زيادة احمر كتير في 18 ما هو دي عشان ايه يا اسامه؟ انت عايز تجيب جول، انت قلقت الشوط الاول خرج 0-0 فمش عايز الشوط الثاني الوقت يسرقك، فعامل زياده هجوميه ممتازه. وبص في حاجه كمان كان يا كابتن، بص بص الثلاثي اللي قدام بتاع المريخ السوداني واقف ازاي، ما لهمش دعوه ولا الثلاثي ولا الثلاثي اللي راح له كوره ليهم لازمه في المكان ده، ولا الثلاثي الثاني ليهم بجد والله. ايوه صح، يعني الثلاثي راح له كوره دي عند محمد هاني هم بره اللعب. هل ممكن نجيبها من الاول اللعبه دي؟ هل ممكن نجيبها من الاول من بدري شويه؟ شايف انتشار لعيبه الاهلي كمان، واحد قطع الاولى، واحد في النص، واحد كابتن على البعيده، اثنين تحت. بص يا ايمن، هي المساحات موجوده، واللي كنا في الشوط الاول المساحات عند هاني موجوده وعند محمود وحيد موجوده، لكن هي الكره دي اتلعبت، حالاته الكره دي اتلعبت، مساحه فاضيه لمحمد هاني ولمسه واحده تقريبا بسرعه. بسرعه هو ده اللي كان ناقص الشوط الاول، السرعه، لان المساحات موجوده. هنا بص انتشارك بقى، انتشار هايل وكثافه عدديه ممتازه. ليه؟ عشان انت عايز تجيب جول، انت مش عايز الوقت يعدي منك الشوط الثاني. فالانتشار ده طبعا زي ما اتفقنا على موقف لعيبه المريخ الدفاعي كله بره الكوره، يعني السته اللي في 18 دول لو ما راحوش كان احسن، لان ما لهمش لازمه خالص. الكوره محمد هاني عاملها ممتازه، اصل الكوره دي بص يا ايمن، لو راحت قريبه هتروح واحد من الاهلي، مظبوط، لو راحت على في النص واحد من النادي الاهلي هيجيبها، راحت على البعيده برده محمد مجدي هو اللي مال المنطقه دي. فدي يحسب لعيبه النادي الاهلي اولا زياده عدديه وانتشار ممتاز في ال 18 عشان عايز تخلص المباراه. اتلعبت محمد هاني، كمل بقى، كمل. اتلعبت محمد هاني على البعيده، هتلاقي واحد من النادي الاهلي طبعا الرخاوش موجوده، محمد مجدي لمسها جول. فهو ده الفرق يا ايمن. الفرق ان في لمسات بسرعه قوي واستغلت المساحات موجوده في الشوطين على فكره، ما غيرتش، لكن اللي فرق حاجه واحده، اللمسات بتاعتك بقت سريعه قوي، بتستغل المساحه. الموقف الدفاعي لعيبه المريخ اشتغلته صح، لان المواقف الدفاعيه دي ايمن لو انت بطيء مش هتبان، لان في بلاوي في الشوط الاول بس انت عشان السرعه مش موجوده عندك فمش باينه. الشوط الثاني عملت حاجه كويسه قوي، استغلت المساحات بسرعه التمرير وانتشارك او انتشارك وكثافتك الهجوميه، بانت كل اخطاء المريخ السوداني في الشوط الثاني. كل الاهداف اللي جت ثلاث اهداف تطلع كميه اخطاء دفاعيه لعيب المريخ حدث ولا حرج. والله من الشوط الاول يا كابتن بس والله انا متفق معاك طبعا، لكن انت كان ينقصك حاجه واحده بس، السرعه في التمرير والكثافه الهجوميه والحرص على الفرصه. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، صحيح. حريص، لازم يبقى حريص على الفرصه. يعني محمد مجدي لو حرصه على الشوط في الشوط الاول نفس حرصه على الشوط في الفرصه دي كان الموضوع بقى اسهل بكتير. لكن ماشي، كل مباراه بتتعلم منها، تتعلم. انت ثلاث اهداف في الشوط الثاني ومضيع كميه اهداف كتير قوي، كنت ممكن تطلع النهارده بقول كابتن شريف عامل سكور كبير قوي، لكن انت بتستفاد والاخطاء اللي حصلت بتستفاد منها. يعني ما ينفعش النهارده كورتين، كره العارضه اللي جت في الكره ثابته ما ينفعش تيجي فيه كده طبعا. يعني دايما يا ايمن انا بقيس الاخطاء، عايز تطلع لا 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 عشان هقول لك حاجه ثانيه، دايما بتقيس الاخطاء اللي بتحصل في الماتشات اللي هي سهله لما تحصل في مباراه كبيره. صح. يعني دي كانت ممكن، دي كوره في العارضه دي حاجه بتاعت ربنا، ستر ربنا طبعًا طبعًا. لو بتلاقي فرقه كبيره والكوره دي جت جول هتبقى في مشاكل. صح. فلازم انت كسبان ثلاثه وعندك مكاسب كتير قوي، لكن انا دايما ببص للاخطاء اللي عندي انا، عشان دايما طول ما انت بتصلح اخطائك انت توصل للاعلى حاجه انت عايزها. فالنهارده تمركز الدفاع والكره قاعدين دي كوره ثابته مش كويس. الكوره بتاعت الشناوي اللي طلعها مرتين ورا بعض، الكوره بتاعت الشناوي امتياز طبعا، الشناوي برضه التمركز مش كويس، لان الكوره معديه تقريبا مش عارف ياسر راح صار بعيد، فهو مش وراها صار بعيد اسامه ومش شايفها. يعني الولد لمس برجله من ورا ياسر بالظبط، فدي طبعا يحسب الشناوي رده فعل ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليه طبعا يعني. فعلا صح. فهي دي اللي انا بقول لك، دايما خلاص خد الحاجات الحلوه وصلح اخطائك، مفيش مباراه من غير اخطاء يا ايمن. دايما الفرق الكبيره بتشوف الاخطاء الصغيره قوي وتشتغل عليها على اساس هو عايز يوصل لاعلى مرحله. صح. من الاخطاء اللي بقى بقولها جدا بالنسبه لفرقته. مظبوط. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه للنادي الاهلي النهارده في ادائه الشوط الاول والشوط الثاني؟ ما انا الشوط الاولاني كان في بطء شويه في صحيح. التمرير والاداء، ممكن جدا بعض اللعيبه اللي لعبوا الماتشات الكتيره وضغط الماتشات اللي حصلت في كاس العالم للانديه تحس ان كان في رتم قليل شويه من قفشه، من محمد هاني، من حتى بدر بانون، رغم ان هو ورا ومعلوش ضغط بس باينه نتيجه الاجهاد يعني. مضغوطين طبعا، ثلاث ماتشات ورا بعض، بسفر، برجوع، بفرحه البطوله، بيبقى انت عايز
ذهنك برضو يهدى شوية، ما انت مش آلة يعني. صحيح. في ضغط عصبي وضغط بدني عليهم كبير جدا في فترة العشر ايام اللي قدوها في قطر، لكن يمكن اللي كان فيه نشاط شوية وحركة واضحة في الناس اللي هي الفريش، اللي احنا قلنا انه مستر موسيماني ممكن يلعب ناس حتى لو ما فيش الايقافات والاصابات هيغير شوية، لانه يدي باور او يدي نواحي بدنيه كويسه للعيبه فريش. يعني شفنا محمود وحيد الى حد ما الشوط الاولاني متحرك اكتر، شفنا ديانج متحرك اكتر، شفنا بواليا ما يعتبرش لعب كتير، يعني لعب ماتش وبعد كده ربع ساعه في نص ساعه، يعني ما لعبش كل او ماتشين بدام، وفي ماتش فيه طلع اجايه برضو كان يعني في نشاط شويه، لكن يمكن البطء والتعب شويه كان واضح في اللعيبه اللي هي لعبت الثلاث ماتشات متتاليه. يعني فالشوط الاولاني كان فيه بطء شويه في التمرير، في عدم تركيز في استغلال الفرص اللي جت، في واحده جت لبواليا ناحيه الشمال كان ممكن يكمل ويحطها بالشمال، هو رجع ودخل جوه ومع ذلك برضو هو حطها بس خبطت في ركبه المدافع وطلعت كورنر كانت ممكن تبقى هدف. في كرة لكهربا خدها على صدره وشاط مرة واحدة كان ممكن يزق تاني ويحطها. كان في شوية يعني تسرع رعونة في إنهاء الهجمة، الهجمات أحيانا في أو مش أحيانا في معظم الهجمات مفروض في داخل ال 18 يبقى تركيز عالي جدا، لأنها دي أخطر منطقة أنت يعني بتخلص بقى فيها. أنت ساعات بتعمل تمريرة في نص الملعب بطريقة مش كويسة، ساعات بتعمل تمريرة بعرضية مش كويسة، لكن الحاجات اللي داخل ال 18 بتحاول تستغلها بأقصى درجة، رغم ان طبعا اي فرود هيضيع واي لاعب هيخش وسط ملعب هيخش جوه هيضيع، واي مهاجم في ضربة ثابتة بيطلع ممكن يضيع ماشي، ولكن في حاجات ممكن تستغل، ودي وضحت في معظم مباريات الاهلي في الدوري وفي كاس العالم للأندية باستثناء ماتش لا الاولاني جبنا جول التحيل هدف لحسين شحات، تملي الشوط الاولاني بيطلع 0-0، فدي عايزه اهتمام في التركيز في الهجمه. الشوط الثاني الموضوع اختلف بقى، احساس الخطر انك انت الشوط الاولاني عدى منك تحس فيه فوقان شويه او يعني روح جديده دخلت، ممكن يكون من توجيهات مستر موسيماني والناس قالوا لهم لازم نخلص بقى، فتحس ان الشوط الثاني نزلوا اسرع شويه في الاداء، زي ما علاء قال كان في زياده عدديه داخل ال 18 وبانت جدا في الهدف الاولاني، مع كمان ان فرقه المريخ لما هدف جه في الدقيقه 58 المساحات اتفتحت. ايوه الشوط الاولاني بيلعبوا متكتلين، صحيح الاخطاء كتيره جدا وكانت ممكن تستغل، بس برضو اهو عدد موجود حوالين ال 18 رجلين كتيره، لكن بعد الهدف الاولاني الماتش اتسهل على النادي الاهلي. ايوه اللعيبه ما بقاش عندها اللي هو ايه الاستعجال ان انا مش كسبان، انا خلاص حتى لو طلعت 1-0 مع ان احنا كنا ممكن نكسب 5-6 النهارده، بس انا بقول لك يعني حتى لو كنا طلعنا 1-0 اللعيبه هديت شويه في بعد الهدف الاولاني. الهدوء ده انعكس في انهاء الفرص، يعني الكره اللي جت لكهربا اجاي يلعبها له هايله 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 ثرو باص هايل جدا، هو دخل سند وحطها بالشمال بالراحه على شمال الحارس واستلم المرة. كويس استلم كويس وحطها كويس رؤيه كويسه والحارس كمان هو حطها حلو قوي والحارس كمان سهلها عليه. حارس جاي نايم يعني مسلم ان هي جون. فالهدف الاولاني مع سرعه الاداء اللي حصلت سهلت الامور للنادي الاهلي، بقت في مساحات تقدر تستغلها، بقى هم كمان تغطيه الاوفسايد بالنسبه لهم مش عارفين يطلعوا، تلاقي الكره الثالثه بواليا متغطي من الباك اليمين ومن الباك الشمال وكره في العمق سهل قوي ان هو رايح وشايط وجايب الجون الثالث، فحتى اخطائهم الاول كان في عدد وهو واقف وفي اخطاء كتيره، الشوط الثاني بقى العدد قليل والاخطاء كتيره، فخلاص اتسهل الموضوع على النادي الاهلي. ف
الاهداف بقى تتالت، وكان ممكن كمان بعد هدف بواليا نجيب اكتر من هدف. يمكن بس برضو في مثلا استعجال برضو شويه احيانا، او راحه بقى ان احنا خلاص 3-0. هم حاولوا شويه الشوط الثاني في كوره او كورتين الشناوي انقذهم ببراعه يعني. في نزلوا اللاعب اللي اسمه سماني صاوي ده لناحيه اليمين، ده يمكن احسن حرك شويه معقول 25 ده اللي بيلعب ناحيه اليمين، لكن هم يعني خلاص الموضوع كان سهل للنادي الاهلي. ففرق كبير بين الشوط الثاني والشوط الاولاني، رغم ان الشوط الاولاني كان ممكن برضو ننهيه 3 صحيح، لكن الشوط الثاني خلاص الموضوع بقى سهل قوي واتفتح الملعب قوي للنادي الاهلي. صحيح. يعني كابتن اسامه عربي قال ان النادي الاهلي قدر يستثمر الفرص الشوط الثاني ويفرض سيطرته بايجابيه، ولكن الحاجات دي ممكن ما تلاقيش مع كل الفرق. يعني ممكن خصم يعني المريخ النهارده كان متواضع المستوى، يمكن ابتدى في الاخر بس يمكن من دقيقه 71 فوجئنا ان الراجل بيقول اضغطوا من قدام، ولكن هو امكانياته متواضعه. الموضوع ده ممكن يمشي مع فرق في نفس المستوى طبعًا. انه ممكن تلاقي صعوبه مع فرق تانية طبعا، وده وارد في الكوره. انت في مباريات زي مباراه النهارده، مع احترامنا لفريق المريخ، فريق متواضع، في اي وقت انت ممكن وانت قاعد تتفرج عارف ان النادي الاهلي ممكن يوصل بالهجمه دي وممكن صح. يخلص صح. في مباريات بتكون صعبه ما بتظهرش فيها غير الفرصة الوحيدة، زي مباراة كأس العالم اللي احنا شفناها. مظبوط. شفنا في مباراة الدحيل يعني النادي الاهلي ما سنحتش ليه فرص كتير، هي صح. فرصة حسين الشحات اللي استغلها وشاطها، ممكن فرصة تانية والمباراة خلاص مقفولة، الجيم مقفول، فانت دايما في مباراة فرصة. زي مباراة بالميراس برضو انت النهاردة كرة عمرو السلية اللي انفرد بيها طول المباراة، ممكن يبقى ليك خطورة لكن انت تتكلم عن الفرص الحقيقية. صح. فالنهاردة لازم يبقى عندك استعداد نفسي قبل المباراه، ودي بتاخدنا ان انت بتحلل. لما انت تيجي تقعد تقول ليه النادي الاهلي ممكن ما بيكسبش في الشوط الاول، فانت ممكن تقعد تحلل، هل النهارده حته التسخين والاحماء قبل المباراه بتديك انك تدخل في جو المباراه؟ ده الراجل هو عايز يراجع بقى ورقه. فالنهارده هل الاحماء مثلا في حاجه جديده ممكن ما بتدخلش اللعيب بسرعه او بتخلي الريتم بطيء؟ لا العكس، الراجل اللي بتاع الاحماء ده بالعكس بيدي تسخين قوي في بدايه المباراه على يعني قبل المباراه علشان تدخلك في رتم سريع. طيب النهارده هل الاستعداد النفسي النهارده انا كمدير فني ان انا هل الاستعداد النفسي او المحاضرات النفسيه والمعنويه ان انا ادخل اللعيب للمباراه بمعنويات معينه تبقى دافع ليه، هل النهارده بعملها بشكل كافي ولا لا؟ موسيماني النهارده برضو لو انت بتتكلم لا ده هو النهارده بيشتغلها بشكل جيد. فالنهارده دي ممكن ترجع عند اللاعب بقى لما انت بتشوف الاحماء، بتشوف المدير الفني او الجهاز الفني بيقوم بالدور ده. فانت النهارده اللعيب لازم يعيش نفسه قبل المباراه في جو استعدادي او نفسي ان انا النهارده لازم المباراه تخلص من الشوط الاول لو جات لي فرص. ان في مباريات كتير هتلاقي انت لما هتطلع قدام هتلاقي في مباريات صعب لما بتوصل بعد كده نصف النهائي وتلعب ان شاء الله الفاينل، ودلوقتي في دوري المجموعات لما الدنيا تبدا تظهر المباريات اللي بره ملعبك زي مباراه سيمبا اللي جايه ممكن تلاقي مباراه هي مباراه الفرصه. ايوه صح. فعشان كده النهارده انت محتاج يبقى عندك تركيز كبير في الفرص. وكابتن علاء برضو قال نقطه مهمه، وانت النهارده وانت مسيطر على المباراه وانت عارف انك ممكن تحقق الفوز في اي وقت، النهارده الكرات اللي عليك برضو نفس الكلام. النهارده محمد الشناوي تصدى لكورتين يعني اهداف طبعًا. الكره اللي طبعًا. صدها اللي ردت على البعيده ومد صحيح. رجله فيها صحيح. عامل زي الجول الهاندبول بالظبط، هو بيفتح رجله مزبوط. عشان يصدها وكمان رد الفعل وهي جايه تاني وهو قاعد كمان وهو قاعد ده النهارده برضو لازم نشيد بمدرب حراس المرمى ميشيل يانكوني صحيح. مع محمد الشناوي بالمستوى ما شاء الله اللي تطور بيه محمد الشناوي صحيح. بمناسبه ما بتقول مدرب حراس المرمى رشيد بيه، هل المحللين بيبقى ليهم والمساعدين، بس انا عايز المحللين بالذات بيبقى ليهم دور في تشكيل الفريق او في التغييرات؟ لا اكيد التشكيل، لا انا بقول على الارقام اللي ياخدها منهم مثلا مستر موسيماني. ما هو النهارده اللي انا شفته هناك في كاس العالم الراجل حتى عنده 2 محللين، واحد بيصور التمرين كويس تدريباته دايما بيتواصل معاه، والثانيه شفتها في المباريات قاعد في مكان عالي بيصور المباراه او الشوط الاول هو شغال ودايما في تواصل المباراه شغاله.
ما بيستناش بين الشوطين، ده دايما في تواصل، عشان لو موسيماني في تعليمات للاعيب معين في حاجه معينه بيحاول يوصل الكلام ده. فانت النهارده ده التطور بقى في كره القدم، لما بتلاقي جهاز، كان زمان تلاقي مدير فني هو اللي بيعمل كل الدور مزبوط. وبيعمل شغل اللياقه البدنيه وبيعمل شغل المحلى ده وبيعمل، دلوقتي لا خلاص دلوقتي الكره بقت علم. فانت النهارده الاجهزه الفنيه بتلاقي عددها كبير، ان كل واحد ليه دور دلوقتي علشان يقدر يطور. صحيح. فالنهارده المباراه النهارده يعني النادي الاهلي حته الفرص كانت موجوده وبشكل كبير، قدر يستغلها في الشوط الثاني، لكن في مباريات ثانيه هتكون صعبه لازم النادي الاهلي يستغل فيها الفرص بشكل كبير. وكمان الاخطاء الدفاعيه او الخطأين اللي حصلوا النهارده ما ينفعوش يظهروا في مباراه صعبه. دول بقى هنتكلم فيهم ان شاء الله، النواحي الفنيه سواء دفاعيا او هجوميا للفريقين، ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كنا عايزين نتكلم بقى بصفتك يعني مهاجم، في ناس ما اتفرجتش عليك ولكن يعني انا اتفرجت عليك ويمكن جيت لعبت مكانك بعد كده، انت من الناس يعني انا كنت بتفرج عليك، خلي بالك يا كابتن ايمن ده جايب من بايرن ميونخ، مصر كلها كانت بتتكلم عنه الاسبوع اللي فات. فعلا، لا كابتن شريف كان جامد جدا زمان يعني للناس اللي ما شافتهوش. انت لعبت مكاني ايمن؟ لعبت كتير مكانك للاسف. انت احيانا تنزل مكان يعني تغيير لما انت بتلعب جوه. ايوه صح، انا بلعب جوه وبره وورا وقدام، ما لعبتش غير الجون بس اللي ما وقفتش جون. ايوه، خليني اقول لك على حاجه النهارده عجبتني في الماتش. أيوة. يعني بما ان احنا مهاجمين والكلام ده، فرقه مريخ النهارده اول ما جابت جه فيها الهدف لم ما استغربوش، ما عندهمش رد فعل، جابوا الكره من جوه وراحوا مديني الكره على نص الملعب. كويس، يعني بيقول لك ايه، انتوا تاخرتوا قوي، انتوا ضاغطيننا قوي. انا نفسي الماتش ده يخلص بقى من بدري. الكلام ده لازم يخلص من بدري. صحيح. الكلام ده من اول كره بتاعه قفشه. كويس، الكلام ده يا كهربا احنا جايين نتفرج عليك. كويس، احنا نسمع عنك، احنا نسمع عن الدنيا كلها في النادي الاهلي. حلو. النادي الاهلي الثالث تمام. فشكل المباراه النهارده عدم انهاء المباراه في اول شوط. كويس، و حاله الاستمتاع بقى اللي هي بدون ضغوط اللي احنا قاعدين نتكلم عليها كلنا كانت هتبقى موجوده في الشوط الاولاني، هو ده اللي احنا كنا بنبحث عنه الحقيقه. حلو. لان انت كنت كل شويه نقول ايه، اخر ماتش جبنا فيه جون في الاولاني الدحيل. مظبوط، اول اداء محترم والحمد لله وما اعرفش ايه، كان الشوط الاول بتاع الدحيل ده، يبقى اكيد في حاله ارهاق النهارده. حلو، النهارده في ناس عايزه تكسب باقل مجهود. طيب ايه القصور بقى في النواحي الهجوميه؟ انا قلت لك واحده كده، قلت لي يمكن الخواجه بيقول له تعالى بواليا. بواليا بواليا كان بيتطرف كتير قوي على الخط. انا اتطرف لما بتبقى في علاقه سويتشات بيني وبين الخطوط اللي عندي، لما بتبقى في علاقه احس ببواليا انه فتح كده لوحدي، احس ان في اختراقات في ناحيه ثانيه الكره، انا تاخد عيني كده اروح انا عامل الباص للراجل اللي هنا، يكون كهربا دخلت عملت عرض جول مع سليم حضن وقفشه اللي هو دايما وابدا هو اللي بيخش المنطقه دي. كويس. اللي هو جاب الجول الاولاني بالعرضيه الهايله في نفس الشكل اللي انا قلت لك عليه، الباصت سوليه لبواليا راح مطلع محمد هاني لعب العرضيه مع دخول 3 4 جوه. كويس. كنا بنتكلم علاء مع اعتقد هو اللي حلل الجون ده، ففيك جميع العناصر اللي تخليك تكسب اي حد في اي وقت مهما كان اسمه. ماشي. لو انت هتلعب بهذا المبدا طيب بهذا الشكل، فيبقى عندك الـ 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 الجرأه او عندك البدني والرغبه انك انت تخلص فعلا. طب حضرتك كنت بتقول ان انت بتحب دايما ان انت يعني كفورورد بتحب حته راسين الحرب، بتحس ان في زياده عدديه وتحس ان في يعني لو هم متفاهمين بيوصلوا كتير للجول، واحد بيبقى مثلا على القريبه، واحد وراه، واحد على البعيده، واحد وراه. فالكلام ده حصل فعلا اول ما محمد شريف نزل، كان في مروان محسن، ولكن احنا كنا بنقول ان محمد شريف هيلعب على الطرف، ولكن احنا فوجئنا ان محمد شريف بيلعب جنب مروان محسن او متواجد في خط في كراس حربه من مش عايز اقول جنب مروان محسن، فوائد كتير جدا كان هو راس الحربه الاساسي. الشكل اللي كانوا واقفين عليه كان دايما ممكن يحطك في حته الاوفسايد، كان بيقف على خطوط واحده مع انا بتكلم على الناس اللي بتيجي خطوتين ثلاثه من بدري والراجل شايفك فبيعمل لك الكوره تقدر تروح. اول احنا اول شوط اول اللعيبه ما اكتشفت حاله المريخ حسيت ان انا بلعب 4 4 2، تلاقي لقيت وولتر بواليا وجونيور اجاييه او قفشه الاثنين بيدافعوا من قدام، ده في اول المباراه اول ما ابتدينا حسيت ان انا قلت لي اهو انت حتى ده بيلعبوا هم اثنين اهو، اسامه باين انت قلت لي اسامه ده قاعدين اثنين، فقلت لك الحكايه بتتدور حسب ظروف المباراه. اه ف
انت انك انت تلعب باتنين قدام او تضغط من قدام او بالتعليمات اللي انت واخدها الفنيه او حالتك انت اللي انت شايفها انا اقدر اخلص الماتش من دلوقتي انا مش محتاج. يعني النهارده كهربا نازل من العمق وكره جايه له رياكشن من سليه عمرو سليه كويس وهو رايح على الجون ده مش تعليمات فنيه دي حاله مباراه كويس. دي حاله بوزيشن انا اقدر انفذ فيها اروح على الجون رغبتي ان انا عايز اروح اجيب جول من اول الشوط الاولاني هو عايز يعمل الكور دي كل كره يروح واخدها لطشها مش حتى ما بيفكرش يلعبها لاي حد هو عنده الرغبه ان هو عايز هو اللي يجيب الجول عايز النهارده يبقى له وجود ويجيب هدف دي حلوه قوي في اللعيبه على فكره ايوه نعم. على فكره الموضوع ده موجود في الشوط الاول ايوه هات اي هجمه الشوط الاول لايمن بص فين كهربا بص فين اجايه مش على الخطوط صح لو جبت الشوط الاول مظبوط مفيش لعبه كابتن شريف مزبوط. الا نادرا هتلاقي واحد على الخط ده واحد على الخط ده صح. لكن هم طول الوقت هما ضامين له جوه حتى الفرص اللي ضيعوها من القلب من القلب مش من بره خالص طب انت ايه رايك علاء انا ما لا هي دي ولا لا احيانا بحس ان في زحمه ما هي بقى لازم تعمل مش لازم يعني بص هنا مثلا يا كابتن بص ده دي الكره اللي شاطها كهربا اللي هي طلعت في عاليه كان لازم اهدى شويه كده كان اسامه بيتكلم عليها اسامه عربي كان بيتكلم عليك بص هو فين دلوقتي هو راس حربه صح. فهو ده واضح يا ايمن ان ده تعليمات من الشوط الاول مستر موسيماني عايز مش عايز خطوط كتير هو سايب الخطوط للباكين زي ما سايب بيقول لمحمد هاني ومحمود وحيد ومدوا حريه الكهرباء لاجيه وطبعا بواليا ده الاساسي ان هم يبقوا زي بالظبط ايه راس حربه وتحتيه اتنين في تحت يكملوا من خلف الامام اي كره من الفرص الشوط الاولاني دي لو جت يا ايمن كان الموضوع اختلف تماما لكن هو لعب عليها لو انت بقول لك هات اي هجمه اللي كان كان كابتن شريف دلوقتي هتلاقي في كثافه في القلب بس هي باينه هي يعني وحدي كان لازم يعني كهربا لو هدي في الكوره دي شويه ده هدف جول. كويس مزبوط. في فرصه جات لاجاييه حطها بجنب في شوط ثاني حطها بجنب رجله بره القائم كان برده في مكان راس الحربه فانت النهارده انت بتلعب مستر موسيماني واكيد شاف الفرقه دي ودارسها كويس هو كان بيلعب على قلب المدافعين ايمن اللي هم بتوع المريخ لان نقاط الضعف النهارده عندهم مش الاطراف هم الاطراف مش واضح ان هم يعني فكرتهم عن الدفاع انك تقفل القلب ومالكش دعوه بالاطراف والله ايوه صح كويس عشان كده اي اختراق عكس اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف هو رايح لوحده الناس كلها عينيها على الكوره مش مركزه على الراجل جاي فاضي يعني هذا محمد مجدي كده كهربا كده بواليا كده كلها من القلب اخطاء ساذجه جدا الهدف بواليا كان مصاب بيتكلم عليه بواليا في النص والراجل باك شمال مغطي الاوفسايد والاثنين مساكين قدام بواليا ما بيحصلش الكلام ده فواضح سرعات كمان بالظبط فواضح ان انت كنت تلعب على النقطه دي أي. والنقطه دي لو انت لعبت عليها من لو انت احرزت هدف الشوط الاول الموضوع كان هيختلف تماما لكن هو المشكله ان الهدف اتاخر وانت الشوط الثاني ده هدف فواليا بص اللي بيتكلم عليه اسامه بص الباكليفت فين وبص الاثنين مساكين فين وبص فواليا بص المنظر مساحه كبيره قوي ما بتحصلش في مباراه انك تبقى المساحه كده فاضيه والراجل مغطي وفواليا راح لوحده خالص بص ما ينفعش المنظر ده ما ينفعش لكن طبعا اخطاء بص ده الهدف الراجل الباك الشمال ده مغطي خالص والاثنين مقدمين قدام عايز اقول لك ممكن تجيبها لنا ورا شويه من بدري شويه بص يا ايمن الكره دي من بص على الوقفه بص دي من السليه بص السليه كملها بص اقف هنا لو سمحت بص قول لي انت بص الثلاثه دول قول لي انت الاثنين اللي هم الاصفر دول ايه اللي جابهم هنا وماسكين مين وايه وقفتهم هنا كويس والراجل هناك لوحده خالص ده في حاله ده في عالم تاني ده في عالم تاني خالص ملوش دعوه يعني حتى يعني انا عايز اقول لك حاجه كابتن علاء احنا بنقول ان هم الطرفين بتوعهم الباكين بيضموا كتير على جوه كويس ده هو المفروض يضم في دي لان هو بص فاتح ازاي لان الكوره شافها في نص الملعب فقال ايه انا هفتح الملعب لكن هي الكوره مش ضامنها الله لان عمرو لعب التمريره دي هو كان المفروض بالظبط التمريره دي ما كانتش سهله على فكره عمرو كان في اشتراك مع واحد وعمرو عملها هو حسب ان هو الكوره هياخدها المريخ فبدا ياخد ان هو اللي يتقدم لكن عمرو ما عمل التمريره دي مش هو اللي غلطته كمان يا ايمن الاثنين اللي في القلب دول بيعملوا ايه فطبعا اخطاء ما انا بقول لك اخطاء بتحصل غريبه جدا وهو مستر موسيماني كان بيلعب على المنطقه اللي معموله بالاحمر دي من بدايه المباراه ده الملاحظ لان ولا اجايه ولا كهربا عمل ولا كروس النهارده مش الشوط الاول مفيش اللي حصل بالظبط النهارده كل عرضيات يا ايمن محمد هاني واكثرها من محمود وحيد دي 20 متر فاضيه طيب وقدام ال 18 قدام الجول ارض فضاء على فكره مكتوب عليها ارض فضاء كده فكر الراجل التونسي اللي هو ماسكه
لا هو سألوه هو انت هتلعب النادي الاهلي ازاي؟ قال لك انا هخش من العمق. هو 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 يعني الوقفه غلط من اولها. لكن زي ما بقول لك يا ايمن كرة ارضيه انت كنت جايبها دلوقتي 25 ارضيه منهم 10 محمود وحيد. فده ده يعني ده بيثبت كلام ان ولا جاي بيلعب على الطرف ولا محمود كهربا بيلعب على الطرف. بالعكس هو كل اهتمامه كان عايز اختراق من العمق اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف. صحيح. وده اقرب طريق للمرمى الاختراق من العمق ده. بص سهل جدا الاختراق من العمق بس انت حاجتين بتوقف عليهم. تشوف امتى التمرير الصح. أي. امتى التوقيت كويس قوي والسرعه زي بتاعت اجاي بالظبط. يعني الباص بتاع اجاي مع كهربا نموذجي جاي من ورا وضرب الناس كلها والباص كمان محطوط في توقيت التوقيت مزبوط. بتاعه اسامه كويس قوي طبعا تمريره حلوه صحيح. جدا تخيل بقى لو اجاي اتاخر سنه صحيح. كان ممكن بقى كهربا اوفسايد لكن هي كلها زي بقول لك يا ايمن اختراق. هو النهارده يعني مستر موسيماني من بدايه المباراه بيلعب على دي ولو ما اعرفش لما كان اتكلم ولا كان هو بيلعب على حته العمق الدفاعي السيء اللي بيلعب عليه فريق المريخ. كابتن اسامه شفت اللقطه دي وانت كان عندك تعليق عليها حته عمرو السوليه. انا كنت بس عايز برضو اكلمك على الدور الهجومي النهارده لعمرو السوليه وديانج. ماشي بس انا بتكلم على دي انهي كوره دي دي التمريره البينيه دي أجاي بتاع كهربا ده الجول الثالث اجاي طبعا برؤيه هايله بس دي نسبيا يعني مقفوله شويه عن الهدف اللي كان علاء بيتكلم عليه من شويه. هو طبعا الاثنين غلط لانه لازم كهربا ما يبقاش في وسط العمق كده وما فيش واحد او المساحه مقفوله عليه ان يروحوا يبقوا اقرب هم للمرمى. هو اتلعبت له تمريره بينيه هايله من اجاييه وهو راح في المساحه اللي برضو مكشوفه جدا. ودي قلت لك الشوط الاولاني ما كانتش بالطريقه دي. ليه؟ لان هم كانوا متكتلين حتى واخطائهم كتيره بس كانت اخطاء من نوع تاني. اخطاء تمركز لورا متاخر قوي في قلب الستة يارده. اخطاء كلهم يروحوا في جنب والكره تعدي الواحد على الزاويه البعيده. لكن المساحات الكبيره قوي في عمق المدافعين دي ظهرت قوي بعد الهدف الاولاني للنادي الاهلي لان هم ابتدوا يتقدموا بخطوطهم وما فيش تنظيم دفاعي جيد. صح. بانت قوي في الهدف اللي علاء كان بيشرحه دلوقتي الهدف بواليا وبانت جدا في الهدف بتاع كهربا ان العمق الدفاعي بتاعهم بقى مفتوح جدا. لا الاثنين قلبي الدفاع واقفين مظبوط ولا الباكين عارفين يقفلوا امتى ويطلعوا امتى يهاجموا امتى يقفلوا العمق. دي نقطه. النقطه بس انا كنت عايز اتكلم فيها السؤال اللي انت كلمت فيه اسامه بتاع محلل الاداء. بص محلل الاداء المساعدين المدرب العام كل دولت يسموا مساعدين للمدير الفني. كويس. محلل الاداء بيبين لك صوره شكل مثلا لو في الماتش مثلا زي ما احنا بنقول كده العمق ده مفتوح الراجل الباك اليمين ده ما بيضمش كويس. كويس الباك الشمال. دي بيانات كتيره 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 بتروح للمدير الفني سواء في التمرين او اثناء المباراه. بس في النهايه القرار بيبقى بتاع المدير الفني عشان انت قلت له هل هم بيبقى ليهم راي دور. في التغيير لا هو بيدي له بيانات بيقول له ان دي فيها هو بيفتح له يعني بيكبر له. مش قصدي تغيير تغيير يعني مثلا جه مثلا يقول له مثلا عندنا مروان محسن بار هو يقول له مثلا مروان ممكن يلعب 20 دقيقه 30 دقيقه ما يلعبش اكتر من كده. ماشي هو بيقول له دي قبل المباريات. ان ده مجهد ان ده مثلا بالظبط. بس في النهايه انا كمدير فني بيبقى القرار بتاعي. ليه القرار بتاعي؟ لانك انت احيانا ودي بتيجي من خبره المدرب يا ايمن. كلنا اشتغلنا مدربين واشتغلنا مساعدين. ايوه كابتن. احيانا الاحصائيات بتيجي تقول لك مثلا الراجل ده بصى 100 تمريره مظبوطه مثلا انا بقول اي رقم وواحد تاني مثلا بصى 50 تمريره مظبوطه وفي 20 عنده غلط بس ده كان تمريراته مثلا مؤثره او ده عنده قدره هجوميه اكتر وانا محتاجه في القدره الهجوميه اكتر. مش معنى ان ده بص اكتر منه ان انا مش هطلع ده. انا بكلمك لان الاحصائيات والبيانات دي صماء برضو لكن أيوة صح. انت بفكرك وخططك وقصدي وخبرتك وكده بتاخد القرار المظبوط. يعني مثلا اكلم على واحد مثلا مش موجود دلوقتي النهارده في التيم مؤمن زكريا مثلا. احيانا كنا نيجي نقول ايه مؤمن زكريا في الماتش ده
ده أداؤه النهاردة مش كويس مش كويس، بس مش بنطلعه من الملعب. ليه؟ لأنه إحنا عارفين إنه في أي دقيقة هيجيب جول. وفعلا تلاقيه مثلا النادي الأهلي متعادل تلاقي مؤمن جايب لك جول. رغم انت لو خدتها تحليل اداء كده ان أيوة. واحد جه قال لك ده والله مؤمن ما رجعش مش عارف أيوة الكره دي ومؤمن ما مثلا فاهم عايز اقول ايه، يعني القرار في النهايه بيبقى المدير الفني بيقدر يحلل بخبرته حاجات أيوة. ممكن البيانات ايوه زي كهربا النهارده بيانات صماء باينه ان هي مظبوط زي كهربا النهارده ايوه مظبوط كده بالزبط. يعني انت بتبقى محتاجه بالزبط. في وقت بالزبط. انت شايف انه ده الاصلح من صحيح. وجهه نظر صحيح. قبل ما نروح لكابتن اسامه هنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك، فوز كبير للنادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء على فريق المريخ. استدي معي مدير الكره كابتن عبد الحفيظ، بقول لك مليون مبروك، فوز كبير النهارده على فريق كبير وفريق المريخ السوداني، وكمان ثلاث اهداف مقابل لا شيء في اول دور المجموعات. الحمد لله ادت الطمانينه لجماهير النادي الاهلي. طيب بص يعني الحمد لله طبعا يعني المباراه اللي الواحد كان قلقان منها جدا، لان دايما دايما يعني مهما كنت فرقه كبيره وفرقه لها تاريخها وكل حاجه، لكن دايما الخروج بعد المباريات الكبيره او البطولات الكبيره بيبقى الدوافع بتقل شويه. صدفت معنا كمان ان عندنا شويه غيابات طالعين بشويه اصابات بعد كاس العالم للانديه مع ايقاف حسين الشحات، يعني كان كل دي مؤثرات ممكن ما تبقاش لذيذه او لطيفه بالنسبه لنا يعني. لكن احنا عندنا ثقه في كل الناس، ودايما الواحد بيقول حاجه انا مقتنع بيها تماما، يعني اللي عايز ياخد بطوله واللي عايز يشارك في اكتر من بطوله وعايز ينافس عليها وعايز يحصل عليها لازم القائمه بتاعته تكون قويه جدا. يعني ده اللي شفناه النهارده مع الغيابات اللي عندنا وعددها اللي مش قليل يعني، لكن الحمد لله رب العالمين يعني انت بتتكلم في عدد كبير جدا يعني، لكن الحمد لله رب العالمين يعني. انا بشكر اللعيبه جدا على المجهود ده. الشوط الاول كان يعني ناقصه بس الهدف، الشوط الثاني الحمد لله فتحها قفشه وبعدين كهربا وبعدين بواليا من الحاجات الايجابيه طبعا، بواليا وتسجيله من الحاجات الايجابيه، مشاركه سعد سمير، رجلين محمد شريف في الملعب، رجلين مروان في الملعب، اكرم توفيق في الملعب، كل الناس بتاخد بشكل كويس يعني. الحمد لله طبعا يعني المباراه كانت مش سهله في افتتاحيه دوري المجموعات، لكن زي ما احنا متعودين وبنقول دايما يعني خلاص مباراه انتهت. هنقابل فرقه يوم الثلاث الجاي زي النهارده، فرقه شكلها مختلف تماما عن اسمها في الفتره الاخيره في على المستوى الافريقي اللي هي سيمبا. انا شفت مباراتها مع فيتا على المستوى التنظيمي رائع جدا، بيقدموا كره كويسه، بيطلعوا من تحت لفوق كويس، مش مخضوضين، كسبانين وبيشاركوا وبيلعبوا والتحاماتهم واشتراكاتهم كانت عاليه جدا يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين في التعامل معاها يوم الجمعه باذن الله ونرجع بنتيجه كويسه ان شاء الله. تصريحك او منع لاعبي النادي الاهلي من التصريحات الاعلاميه كان يوم مفعول السحر، قدرت تقفل على الفرقه في وقت هو المطلوب. الخبره بتاعت الكابتن سيد عبد الحفيظ ترجمه القصه في تصريحه في قفله على الفرقه في تركيزه في مباراه قويه بعد فرحه كبيره. يعني وضع طبيعي جدا، بس هي الحكمه دايما تقول ان في احداث ما تموتهاش، اكيد لازم اللعيبه اكيد ده وضع طبيعي يعني. وفي نفس الوقت يبقى عندك حاجه بقى يعني قربت، فلازم انت كمان جرس انذار كده خلي بالك يعني. الحمد لله عندي مجموعه من اللعيبه اللي عارفين مسؤوليه النادي الاهلي، عند على راسهم محمد الشناوي يعني وطريقه تفكير كابتن فرقه يعني على مستوى عالي جدا الحقيقه يعني. فده كويس مع سعد مع ايمن اشرف مع المجموعه ككل مع كل الناس مع وليد مع علي معلول مع عمرو السوليه كل الناس، مش عايز انسى حد يعني. لكن في النهايه اعتقد ان بنادي بشكل كويس يعني، لكن انت عندك اللي جاي هيبقى اصعب، اللي جاي اعنف، اللي جاي اقوى، لازم في نفس التركيز بتاعك ما يتاثرش ثانيه يعني. اخيرا اخر حاجتين، وليد سليمان في الفندق النهارده وامبارح، والراجل مدير فني الفريق المريخ بيقول لاعبي المريخ كانوا بيشجعوا فريق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. دي حاجه كويسه، علاقتنا بيهم علاقه اخويه بحته يعني، وده اللي بان في الاجتماع الفني يعني. فيما يخص وليد عارف دوره كويس يعني، ممكن ما تبقاش مشارك للاصابه او لحاجه، لكن موجود بكل جوارحك يعني. سلام فل يا شيخ. يلا سلام. سلام عشان ماشي كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا الخاص والحصري مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن اللي فاجئنا النهارده المدير الفني لفريق المريخ السوداني، ان فريق المريخ السوداني كان بيتابع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وكان بيشجع كمان النادي الاهلي، تصريح يدعو الى الفخر. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي
ثلاث نقاط في دور المجموعات بيبتدي بها النادي الأهلي البطولة الأفريقية. يا رب بإذن الله تكمل على خير ويكون مباراة سيمبا هي أيضا ثلاث نقاط جداد يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي. ده كان لقاءنا طبعا مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ. عودة لك من جديد. تفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز مالك كابتن سيد. الماتش النهارده كان كله ايجابيات، واضح ان هو راضي عن الاداء راضي عن النتيجه. كابتن اسامه لو اتكلمنا بقى عن الاداء الفني للمهاجمين النادي الاهلي النهارده، يعني قبل بس ما نتكلم عن اداء المهاجمين الكابتن سيد عبد الحفيظ قال نقطه من النقط المهمه رغم الغيابات اللي عندك، يعني صحيح. عندك النهارده انت بتتكلم في فرقه صح. غايبه انت ممكن فرقه يغيب منها عنصر واحد الدنيا مزبوط. بتتغير مزبوط. لكن غياب علي معلول، ما احنا النهارده غياب علي معلول، ايمن اشرف، طاهر، صلاح محسن، وليد سليمان، ناصر ماهر من قبل كده، حسين الشحات، فانت بتتكلم في كل واحد فرقه صح. فانت النهارده لما يغيب عندك سبع ولا ثمان عناصر وانت بنفس الشكل ونفس الفريق ونفس السيستم ونفس النظام صح. فانت النهارده الحمد لله ماشي على الطريق الصحيح صحيح. لما محمود وحيد يلعب 90 دقيقه بنفس الاداء وبنفس القوه، لما اجايل غايب بقاله فتره بيلعب بنفس الاداء ونفس القوه ونفس الريت، فالنهارده بنحيي كابيلو المعد البدني زي ما احنا بنتكلم عن محل اداء أيوة. فالنهارده دور مهم جدا الراجل المعد البدني، بتلعب يوم 4 في كاس العالم، تلعب يوم 8 يوم 11 ثلاث ماتشات مضغوطين في وقت قصير جدا، بعديها بترجع تلعب مع المريخ السوداني، فالنهارده تحيه برضو واقف على رجلك لحد اخر الماتش طبعا. حتى الاصابات اللي عندك اللي احنا بنتكلم عنها معلول ولا طاهر حاجات طفيفه، يعني بتتكلم في 4-5 ايام لعيب يرجع الملعب تاني، يعني الحمد لله ما فيش حاجات بالشهرين والثلاثه، لا حاجات بسيطه جدا لعيب يكون موجود. فالنهارده برضو بدنيا النادي الاهلي واقف صح، برضو اللعيبه واقفه على رجلها تقدر تكمل 90 دقيقه بنفس الريتم بنفس القوه، فده النهارده اللي بينجح النادي الاهلي صحيح. عندك سكواد لعيبه محترمه، البديل زي اللعيب الاساسي، فانت دلوقتي خلاص ما بتقولش عندي بدلاء، ده انت عندك اللعيبه كلها مظبوط، اللعيبه عناصر اساسيه اللي قاعده بره زي محسن مروان محسن ولا محمد شريف ولا كل العناصر الحمد لله يعني ظهرت بشكل كويس. كويس. بالنسبه لاداء الهجومي النادي الاهلي النهارده النقطه من النقط المهمه ان دايما التكمله بتاعت اجايه وكان كهربا اتنين بيكملوا من العمق زي ما الكابتن علاء قال، فاتنين خلاص اتنين مهاجمين مع بواليا فبيدي كثافه عدديه، سابوا الاطراف للناس اللي بره متظاهرين. اجايه من العناصر المهمه جدا للنادي الاهلي، اجايه من الحلول اللي بتحل المدير الفني سواء بتلعب راس حربه او سواء بتلعب تحت المهاجم بالزبط. شفناه في ال 15 دقيقه ولا ال 20 دقيقه للعب في بالميراس البرازيلي اداك تقل قدام صحيح، اداك الحته اللي بتميزه عن اي لعيب قدام انه صحيح. بيقدر يقف على الكوره، بيقدر يلعب في المساحات الضيقه ودي ميزه مهمه جدا عند اجاي. شفناها في الشوط الاول الكره اللي عملها من لمسه واحده مع عمرو السليه ورجعها اداها لكهربا، كهربا طمع فيها كان ممكن يحطها لاجاي، فدي ميزه اجاي. ايوه. الميزه الثانيه ان اجاي دايما بيربط مع الباك اللي بيلعب تحتيه سواء من ناحيه عند محمد هاني او سواء عند محمود وحيد او سواء كمان لما علي معلول بيكون موجود صحيح. دي خطوره النادي الاهلي انك انت عندك طرفين ناحيه بره بيقدروا يشتغلوا في تفاهم وفي ثنائيات، زائد كمان ان هو بيقدر يسجل اهداف صحيح. فدي ميزه عند اجاي، وايضا كمان ميزه كبيره عند محمود كهربا. كهربا انت ما تفهملوش يعني ممكن كهربا تلاقيه مختفي طول المباراه بس انت قاعد زي ما الكابتن اسامه بيقول زي ما هم ذاكرها بالظبط في اي وقت ممكن يلطش لك كره بجون صح. ان هو عنده الملكه عنده الموهبه ان هو يقدر يسجل يعرف يجيب جون جون في اي وقت صحيح. بواليا وعايزين نروح لبواليا، بواليا الشوط الاول صنع كورتين مظبوط هدفين، الهدف الاول لقفشه لما اتعملت من محمود وحيد وطلع وقف في الهواء وريحها لتحت لقفشه، والثانيه على ما اعتقد لكهربا. فالنهارده يعني بواليا يعني ليه دور مهم، تحركاته النهارده انه بينزل يستلم بيطلع على الاطراف بتلاقيه في ال 18 كره حتى اللي جري بيها وجابها على يمينه يعني كان ممكن يسددها بشماله وجابها على يمينه عشان يضمنها اكتر ويفتح المساحه ليه، لكن النهارده بالهدف اللي احرزه بواليا ده يديله ثقه بقى صحيح. خلال الفتره اللي جايه وهو دايما المهاجم بيحتاج هدف علشان صحيح. يدخل في الاجواء وياخد الثقه، وبنتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره يا رب. اللي جايه يا رب ان شاء الله. معانا ارقام كابتن شريف ونجومنا كلهم نجوم المباراه، معانا الشناوي
معانا أجايه، معانا والتر بواليا. لو بدأنا بالشناوي، الشناوي تصدى لأربع تصويبات من خمسة، تمريرات صحيحة 17 من 18. خلي بالكوا الشناوي كمان في رقم ليه مميز في كأس العالم للأندية، تصدى ل 15 تصويبة من 17 تصويبة. ده في كأس العالم. كأس العالم لكن النهارده هو تصدى لأربع تصويبات من خمسة، منهم واحدة عالمية. والتمريرات الصحيحة 17 ل 18. كويس؟ معانا أجايه لعب 98 دقيقة، التمريرات الصحيحة 44. بص الكرة دي طالعة. دي مش ممكن الكرة دي. خلي بالك دي الثانية. دي اللي فاتت دي الأولانية، دي الثانية. برجله برضه. وهو قاعد وهو الصدى الأولى نوير. زي نوير بالظبط. بالظبط. فتح رجله زي بتوع الأجوال الهاندبول بالظبط. يعني بص ما شاء الله يعني كرة عالمية. معانا أجايه قلنا تمريرات صحيحة 44 من 55، عامل مراوغات صحيحة 3 من 4، قطع 4 تمريرات. وطبعا صنع هدف. والتر بواليا لعب 84 دقيقة، جاب جول، تمريرات صحيحة 25 من 30، الالتحامات الهوائية 4 من 4. زائد ان هو كمان عمل النهارده خلق فرص لزمايله، يمكن خلق فرصتين او ثلاثه زي ما الكابتن اسامه قال. نجم المباراه من وجهه نظرك كابتن شريف؟ والله الفرقه كلها لعبت كويس النهارده، بس انا مش عايزين الكلام اللي بيتقال كل مره الفرقه كلها نجوم. احنا لسه بنقول خش قول. لا لا اتفضل قول انت، ما بلاش الكلام المستهلك. انا بالنسبه لي جونيور اجيه نجم المباراه. طب ما نقول من بدري وخلاص. مين بفكر؟ بتقول مين؟ بفكر في ايه؟ ده كل حاجه واضحه اساسا. طب بشوف الاحصائيات. طب بتقول مين عشان هنطلع بعد كده على المؤتمر الصحفي؟ جونيور اجايه. جونيور اجايه. كابتن علاء اجايه. اجايه كابتن مصطفى. انا بقول بواليا. الهدفين اللي عملهم والهدف اللي جابه يعني نفتح نفسه انه فعلا هم الثلاثه كانوا هايلين، بس بواليا. انا بقول بواليا. كابتن اسامه مع الكابتن اسامه بوالي، وانا معاكم انتوا الاثنين بوالي. اثنين بوالي، يبقى ثلاثه بوالي كده. ثلاثه بوالي واثنين جايين. قعدت تقول لي بسرعه. طيب هنروح.